ونتحدثوا اولا على الندوه الصحفيه اللي جرت امس بمقر فريق رجاء بلوزيز، ندوه صحفيه اللي عقدها رئيس النادي سعيد حسبان، واللي تحدث فيها على بزاف الامور، منها بطبيعه الحال يعني الازمه الماليه الخانقه، وايضا التشويش اللي كيتعرض له الفريق من العديد من الاطراف ما بغاش يسميها سعيد حسبان في الوقت الراهن. فهي يا رئيس يعني مما كيتعاقد معاه او كياخذ فريق من حجم فريق رجاء البيضاوي فدائما كيتعرض للتشويش، فما غاديش يلقى ان الامور مفروشه بالورود، فدائما هناك عراقيل وهناك صعوبات. يعني بالنسبه للازمه ديال فريق رجاء البيضاوي فتقريبا هذه اول ازمه كارثيه بالنسبه لهذا الفريق العريق، فلازم على جميع المكونات لا من الجماهير ولا من المسؤولين ولا المثيرين القدامى جميع تكاتف بالخروج من هذه الازمه اللي كيعانيها فريق رجاء البيضاوي، لان هذه الازمه ماشي غير ولدت اليوم، فربما انها بدات في عهد بودريقه، لكن من بعد انها لما خدا سعيد حسبان المسؤوليه ديال رئاسه ديال فريق رجاء البيضاوي، السؤال المطروح واش قادر سعيد حسبان انه يخرج فريق رجاء من هذه الازمه الماليه ويكون هو رجل المرحله، او انه ما غاديش يستطيع وغادي يخرج من الباب الضيق. فاكيد هناك عده نقاط تطرق لها سعيد حسبان وانه هناك تشويش، لكن العديد من الامور ممكن ان نتطرق لها في خلال هذا. طيب هو يعني هذه الندوه الصحفيه جات من بعد ما قرر عدد من اللاعبين عدم خوض تدريبات ديال قبل بدايه الموسم، هو مدفع يعني سعيد حسبان لضخ مبلغ 120 مليون سنتيم كما قال في الندوه الصحفيه امس من اجل معالجه يعني امور بسيطه. هذا المبلغ يمثل شيئا في حجم المديونيه ديال الفريق. يعني تحدثت على الاموال اللي كيتسالها بعض اللاعبين، قال بان مثلا لاعب كيوسف قديوي كيتسال مليار و100 مليون سنتيم، عبد الاله حافظي كيتسال 260 مليون سنتيم تقريبا، وعبد الاله حافظي قال يعني الموسم الماضي ما توصل الا بحوالي 5 ملايين سنتيم، وهذا مبلغ هزيل وهزيل جدا بالنسبه للاعب في البطوله الاحترافيه. اكيد هناك يعني مشاكل ماديه، وكاين هناك منح لم تؤدى ماشي غير القديوي ولا حافظي، فجميع اللاعبين، فكنشوفوا اوساكونا بغى يرحل اول اللي كيقول ماشي غير الرواتب، يعني الرواتب والمنح السنويه، منح التوقيع، هي اللي مهمه، لانه الرواتب ممكن انه يصبر عليها اللاعب، لكن المنح السنويه فهي اللي كتكون عاليه. لكن المشكل اللي كاين هو إذا رجعنا غير شيئا من الوراء، نكون بعض اللاعبين يعني حتى اللاعبين عندهم مسؤوليه في هذا الشيء، لما في عهد بودريقه يعني غير الموسم الفارط لما كتسال اللاعب فتيقول لك حنا ما كنسالو حتى شي حاجه، والان وليتو كتسالو، دونك حتى اللاعبين لازم انهم يكونوا حتى صادقين في الكلام ديالهم، دونك كاينه ازمه ماليه، فلازم انه اللاعبين يصرحوا بكاينه انه ما تخلصناش، ما خديناش الرواتب ديالنا، ما خديناش المنح السنويه ديالنا. جيتي حسبان يعني 120 مليون، يعني بالنسبه لي انا يعني شنو هي 120 مليون؟ 120 مليون غير اول راه كيسال 100 مليون. دونك لازم ان تكون هناك حلول استعجاليه وانيه، لازم ان تضافر جهود، لانه سمعنا بانه فعلا كاين ازمه وازمه ماليه خانقه، لازم ان سعيد حسبان مادام دخل هذه المغامره فلازم انه يكون قاد عليها، وانه يجلب مبالغ، لا من يشوف مستشارين، يشوف محتضنين، يشوف عده بالنسبه لهذه المبالغ. مصطفى يعني كنعرفوا بان الحجم المديونيه الان هو 16 مليار و800 مليون سنتيم. حسبان البارح قال بانه من هنا ل 31 غشت غتضخ في الخزينه ديال فريق الرجاء حوالي 2 مليار سنتيم. 2 مليار يعني مفرقه بين 500 مليون كشق اول من صفقات انتقال بابادونتي الى فريق قطر القطري، 700 مليون غتجي من المحتضنين، قرض من الجامعه بقيمه 300 مليون، وايضا مجلس المدينه اللي قدمته هو دعم في حدود 500 مليون سنتيم. ممكن يعني، ولكن هذه حتى ال 31 اوت يعني، ولكن اللاعبين راه مطالبين، عندهم مسؤوليات كبيره، فلازم انك ربما انك تشوف موارد اخرى الحين ان تدخل لك هذه المبالغ هذو، فلازم ان اللاعبين لانه صبروا عليك تقريبا لمده 6 او 7 اشهر، فاللاعبين ما كيتساهلوش وما كيسامحوش في المسائل الماديه ديالهم. فدونك اذا كان هناك اجتماع باللاعبين وكانوا وعود وكانوا فعلا وعود الليل اللي ماشي غير وعود عباره عن
عن كلام، فيكون يعود عن مباراه عن مثلا شيكات او كذلك، لانه حتى الان شفنا حتى الفريق باقي ما دارش المعسكر ديالو، لانه كان معسكر هناك في اسبانيا دابا ولا في افران، لكن لحد الان كيترين غير بفريق الامل، فلا يعقل انه فريق من حجم فريق الرجاء البيضاوي اللي غادي يلعب على مثلا على بطولات او على البطوله المحليه هي اللي عنده، وانه باقي ما دار استعدادات. الاستعدادات كتعرف بانه كتاخذ واحد الوقت طويل، يعني تقريبا على ست اسابيع باش يكون الفريق يعني في الطوب ديالو، فيعني عده مشاكل، فنتمنى طيب. ان تكون حلول عاجله وانيه بالنسبه